أكبر مشكل كيطيحوا فيه الشباب اليوم هو أنهم ما عارفينش المهن اللي مطلوبين واللي غيكونوا مطلوبين في المستقبل، واللي كيخلصوا مزيان، واللي كيضمنوا واحد المستوى ديال العيش اللي راقي، واللي قليل الناس اللي دايرينهم، واللي فين ما مشيتي في العالم غاديين يحترموك. أي كاين هاد النوع ديال المهن وهما اللي غنعطيكم اليوم. كيف ما كنعرفوا أكبر دولة في العالم اللي كيوصلوها بزاف ديال الطلبيات ديال الفيزا وديال التأشيرات واللي كل شي بغي يمشي لها وكل شي بغي يخدم فيها هي أمريكان. غير هي التأشيرة والإقامة ديالهم صعيبة بزاف، وخاص يكونوا كيتوفروا فيك بزاف ديال الشروط، ودايرين واحد النسبة قليلة ديال الناس اللي ممكن يدخلوها في العام، وماشي أي واحد يقدر يدخل. ودابا هاد الحرب اللي وقع بين أمريكان وروسيا عن طريق أوكرانيا كاين واحد الحرب خفية وقليل الناس اللي عارفينها، هي حرب العقول والأدمغة. في كل دولة من هاد أمريكان وروسيا كتحاول تجر وتحاول تخلي عندها أكبر نسبة من العقول ومن الأدمغة اللي كيتقنوا واحد المهن محددة، لكن أمريكان من ديما كتحاول تجر جميع عقول العالم من هنود أو صينيين وأفارقة وكتدير ديكوتا. بالنسبة للأدمغة والعقول الروسية كانت دايرة كوطا في العام ديال 1800 روسي، وماشي أي روسي يمشيو عنده، خاص داك الروسي يكون عندهم بزاف ديال الشروط، منهم خاص يكون عندهم واحد الكفيل في أمريكان اللي عنده خدمة في أمريكان، وخاص يكون واحد خدام في أمريكان ومصيفت لهم ويكون مضمون أنهم غيوصلوا لأمريكان ويخدموا. وقبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدير لايك، حيت هذا بمثابة دعم لنا باش نستمروا في نشر المزيد إن شاء الله. دابا في الكونغرس الأمريكي بدل القانون في هاد الحرب، حيت كاين بزاف ديال الرؤساء باغيين يمشيو الأمريكان، بدلوا لهم القانون وقالوا بأن غنحيدوا هاد الشروط باش يبداو يدخلوا عندنا. ومشاو لوزارة الدفاع الأمني وقالوا لهم خاصكم تبداو تسرعوا من وتيرة ديال هاد الدوسيات ديال الفيزا، خاصهم دغيا يتقبلوا، غير هو ماشي أي واحد غياخد هاد الإقامة الدائمة باش يمشي يخدم ويمشي يعيش في أمريكان، لأن أمريكان كتطلب بعض المهن وبعض المهارات للناس اللي عندهم بعض دبلومات في بعض الميادين. وهاد المهن الإخوان هما اللي بغيت نعطيكم اليوم وبغيت نبارتاجيهم معكم اليوم، وهما مهن المستقبل، هما اللي أمريكان بغا تجر عندها، وهما اللي جميع الدول المتقدمة ديال العالم بغيين يجروهم عندهم. وكنظن هاد الشواهد خاصكم تفكروا فيهم أخوتي من دابا. أول مهنة اللي بغات أمريكان تعطي لماليها إقامة دائمة واللي كتعتبرها مهنة أساسية وحيوية هو الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا ديال الذكاء الصناعي. تاني مهنة هما اللي كيتقنوا التكنولوجيا ديال أشباه الموصلات لي كونديكتور، أشباه الموصلات واللي كتعرف عالمنا الرقمي بالنفط الجديد، الناس في العالم كامل كيقلبوا عليهم، والمغرب حتى هو ولا كيقلب على التكنولوجيا، وبدينا كنصنعوا أشباه الموصلات حيت عارفين أنه هو مستقبل البشرية، وهما باش كيتصنعوا لسمارت فون، وهما باش كيتصنعوا التلفزة، هما اللي كيصنعوا هادشي في التكنولوجيا اللي كنخدموا به يوميا في حياتنا. الناس اللي قاريين فيزياء الكم، هاد المهارة قليلة بزاف الإخوان ومطلوبة بزاف. الهندسة النووية، الناس اللي عندهم هاد المهارة كيتخلصوا بأثمنة خيالية. الطاقة الموجهة، حتى هي مهارة اللي هي قليلة بزاف وقليل الدراري في المغرب اللي قاريينها، والعالم كامل كيطلب هاد المهارة. الأمن الإلكترونية، الرواسة كيطيروا في هاد الشي، عندهم لي هاكر واعرين، كيف ما شفتوا في الحرب ديال أوكرانيا بدأت بحروب إلكترونية وباقا كيضربوهم بهجمات إلكترونية، هاد المهارة مطلوبة بزاف. تكنولوجيا ديال تقنية دفع الصواريخ المتقدمة، كيفاش كيبداو يدفعوا دوك الصواريخ الباليستية، كيفاش كيوصلوا دوك الصواريخ اللي كيمشيو بسرعة فائقة، هاد العلم حتى هو مطلوب بزاف، وميريكان كتقول لهم جيوا عندي نعطيكم اللي بغيتو. تقنية أنظمة الهايبرسونيك، وروسيا هما أول وحدين صنعوا الصاروخ الفوق الصوتية الهايبرسونيك اللي كيفوت سرعة الصوت، وقليل الناس اللي فاهمينها وقليل الناس اللي عارفينها، إذن حتى هو مجال مهم بزاف. تكنولوجيا الفضاء، كيف ما كتعرفوا جميع الدول المتقدمة مضاربين على شنو كاين في السماء. هاد اللائحة ديال أحسن المهن اللي نايض عليهم الصداع بين جوج ديال أكبر قوات عالميين بين روسيا وميريكان، روسيا بغت تشدهم عندها وميريكان بغت تجرهم عندها.
وكيف كان عرفوا ميريكان من أثمن الحوايج اللي عندها هي الفيزا، ما كتعطيهاش لأي واحد، خاصهم ضمانات وبزاف د التكرفيص باش يعطيوك الفيزا. وحنا طبعا ما كنهدروش على الفيزا، ولكن كنهدرو على فوق الفيزا اللي هو إقامة دائمة الإخوان، واللي ما غتجيش وتعطيها لمن ما ولا أو أي واحد، حيت عارفة بأنها محتاجة لدوك الناس. وكنهدرو على إقامة دائمة اللي كيبرهن هاد الشيء أنه هاد المهن محتاجينهم دابا وغيحتاجوهم حتى في المستقبل. اللي غيجيبو عندهم وغيعطيوه إقامة دائمة يعيش في ميريكان وعلى حسب ميريكان، يعني أنهم عارفين أنه غيستغلوه حتى يموت. هذه هي المهن المستقبلية اللي كاينين، نتمنى تكونوا قيدتهم عندكم. ومن هذا المنبر كنقول لكم جا الدور ديالكم باش تقلبوا على راسكم، وحظ سعيد لجميع الشباب اللي غيحصلوا على الباك وفي حياتهم الجامعية واللي غيكونوا هما المستقبل ديال هاد البلاد. ونتمنى تشاركوا هاد الشيء مع كل الشباب اللي شدوا الباك واللي تالفين شنو يديروا مورا الباك واللي باغيين يحسنوا مستقبلهم، ونتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الشيء. وما تنسوش تشاركوا معنا آراءكم واقتراحاتكم في الكومنتات.